الخديوي عباس الأول حصل بينه وبين الأقباط المسيحيين، عندما نقول أقباط يعني المصريين، مسلمين ومسيحيين، كلمة قبطي يعني مصري، وهناك قبطي مسلم وهناك قبطي مسيحي. أراد أن يجري الأقباط المسيحيين، حصلت مشكلة وصار له ردة فعل، فاستدعى شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري شيخ الأزهر، وكان الخديوي يجل شيخ الإسلام ويحضر في الدرس، يجلس على الأرض يستمع إليه. دعاه إلى القصر وقال له: يا شيخ، هؤلاء الأقباط المسيحيين فعلوا وفعلوا، ونحن نريد أن نجليهم من مصر لتبقى مصر فقط مسلمة. في ذهنه ماذا؟ الشيخ سيفرح وسيبارك المسألة. أظن بعض المتشيخين اليوم لو قيل لهم ذلك سيكبرون. أتعرفون ماذا قال شيخ الإسلام الباجوري؟ قال له: إن هذا ليس لك يا خديوي. قال: ماذا؟ إن هذا ليس لك. أولاً هم أهل وطن وأهل عهد. أولاً هم أهل وطن، ثانياً هم أهل عهد. ولهذا لن أسمح لك بأن تجريك. يقول شيخ الإسلام الباجوري: فغضب الخديوي إلى درجة أخذ فازة وصايا وشيء زجاج ورماني بها فتطديتها حتى اصطكت في الجدار. هذه القصة أيضا ذكرها المسيحيون المصريون في كتاب تاريخ الأمة.